مرحبا بك ومرحبا بمتابعيك الكرام. نعم، تابعنا هذا اللقاء وهذا الحديث، لكن دعني أن أقول أن الفترة الانتقال لم تبدأ اليوم، والآن اليوم السودان في حالة بتاعت حرب. أفتكر الحديث حول تسلم من يتسلم زمام أمر الدولة السودانية في هذا التوقيت هو كلام أفتكر للاستهلاك السياسي. الآن البلد في حالة بتاعت حرب. نحن في حركة شباب التغيير والعدالة السودانية منذ الوهلة الأولى عندما سقط رأس النظام وتولت القوات المسلحة زمام الأمور في البلاد، دعينا هذه القوى السياسية، المؤتمر السوداني الذي تحدث الأمين السياسي أنه والأستاذ ياسر سعيد عرمان الآن الذي يقود الحركة الشعبية الديمقراطية، كل هذه القوى السياسية التي تستنكر ما يقوله الفريق ياسر الأطا الآن نائب القائد العام والمساعد القائد العام للقوات المسلحة. قلنا أن الوضع الذي نحن فيه هي مرحلة وفرصة تاريخية يجب علينا ألا نضيعها، على القوى السياسية أن تتوافق حول مشروع وطني جامع وأن نعمل في تأسيس لانتقال سياسي ديمقراطي من هذه الحالة التي نحن فيها. هذه المؤسسة العسكرية وكل مؤسسات الدولة القائمة ظلت تحت قيادة نظام المؤتمر الوطني المباد. هذا النظام هو وجوده وألقى بظلال سالبة على هذه المؤسسات التي كان يجب عليها أن تنعى بنفسها وأن ينعى كل التنظيمات والقوى السياسية بهذه المؤسسات من الأمل السياسي، ولكن تم الزج بهذه المؤسسات وتم تسييسها وتم الزج بها وتم إعطاء فرصة للعب أدوار سياسية. هذه القوى السياسية استأثرت مع هذه المؤسسة العسكرية في بواكير الفترة الانتقالية التي لا زالت مستمرة بعد سقوط رأس النظام، وأقصت بعض القوى السياسية وقامت على أمل شراكة سياسية بينها وبين المؤسسة العسكرية. الآن هذا الانقسام الموجود وهذه التصريحات الذين يصرحون برفضهم لأي تصريحات ثم الآن يتبعوا ويعملوا كحاضنة سياسية لقوات الدعم السريع مستشارين ويعملون كحاضنة سياسية مباشرة وغير مباشرة ويمارس هذه المهمة، ولكن يرفض أن تستولى القوات المسلحة زمام الأمور في الفترة الانتقالية إلى حين قيام انتخابات. كل هذه المغالطات كان يمكن معالجتها وكان يمكن التفادي أن نقع في مثل هكذا أمور إذا قبلنا ببعضنا كسياسيين كقوى سياسية سودانية. طيب، هل هناك ثقة اليوم من قبل سيد خالد، هل هناك ثقة من قبل القوى السياسية بالبرهان؟ البرهان شخص هو سوداني مثله مثل كل السودانيين. كان يوما من الأيام كل الشعب السوداني عنده ثقة في عمر البشير، ولكن فقدت الثقة الناس بعمر البشير. هنالك قادة سياسيين كثر وقادة عسكريين كثر، هنالك من يثق في محمد حمدان دقلو حميدتي يوم أن كان نائبا لرئيس مجلس السيادة، ولكن الآن كل هذه الأشياء قد تغيرت. إحنا نتكلم عن مؤسسات. أنا بالنسبة لي القوات المسلحة هي مؤسسة وليس البرهان وليس ياسر الأطا وليس الكباشي وليس إبراهيم جابر. هؤلاء القادة الذين يقودون المجلس دفة المجلس السيادة. الآن الجيش لديه حياة أركان ولديه مؤسسات ووحدات، لديه قادة من رتبة الملازم إلى أعلى رتب عسكرية موجودة فيه. هؤلاء الناس هم يمثلوا مؤسسة، والمؤسسة هي مؤسسة الجيش السوداني. الجيش بكل الدساتير والقوانين والأعراف الدولية مهمته، خاصة عندما تنزلق البلاد إلى ظروف أمنية مؤقتة، عندما تندلق حرب محلية إقليمية أي كان طبيعة هذه الحرب، على الجيش أن يتحمل المسؤولية، والجيش هو من يقود البلاد، والجيش هو من يقود الفترة الانتقالية، إلى أن يتوافق القوى السياسية ويؤسس لمؤسسات التحول الديمقراطي ويبنوا توافق على الحد الأدنى ليذهبوا إلى انتخابات يفوض الشعب السوداني من يفوضه من التنظيمات السياسية التي تقود البلاد لفترة محددة يحددها الدستور، ومن ثم يكون هناك انتخابات، وهذا ما يعرف بالتداول السلمي للسلطة من خلال الرجوع للشعب لتفويض لفترة محددة من يفوضه لأن يقوم بتصريف أعمال الدولة السودانية ويخدم هذا الشعب
كسلطه مدنيه، نحن كلنا ندعو الى سلطه مدنيه، ولكن هنالك مزايده الان لا صوت يعلو فوق صوت البندقية الذين طيب يتحدثون بالحديث عن صوت البندقية سيد خالد، بصراحة يعني أريد أن أستغل حضرتك بهذه النقطة وبدقيقة. في هناك أحزاب سودانية تحدثت في بيان عن اتفاق اليوم يجري إعداده بين الجيش وقوات الدعم السريع يهدف للشراكة وأن يكون هناك نظام شمولي بين الطرفين لمدة 10 سنوات في السودان. هل يمكن أن يكون هناك شراكة بين الطرفين بما أن اليوم في محاولة الربط بين التفاوض لوقف اطلاق النار والعملية السياسية في السودان؟ نعم، أنا شوفي هذه السياسة والحرب في أي مكان في العالم نهايتها أن يذهب الأطراف المتحاربين إلى طاولة المفاوضات، هذا هو الحل السليم. أي حلول أخرى، حلول صفرية، أعتقد أنها ستطول أمد الحرب، وهذا الذي يعني ينعى الجميع من مجتمع إقليمي ودولي، الشعب السوداني، كل الحاذبين، لأن الكارثة التي وقع فيها السودان الآن لا يمكن أن نتحدث عن أي إنسانية وأن نعمل على استمرار هذه حتى نصل إلى حلول عسكرية. الحلول السلمية المتفاوض عليها يمكن أن تقود إلى شراكة ما بين الذين يتفقوا بأن يعالجوا هذه الأمر. والآن الحرب رتبت السودان مسائل أخرى، هذه المسائل هي ذات طبيعة عسكرية، نزع السلاح، معالجة آثار الحرب، وكل هذا المدنيين الآن ليست لديهم القدرة لطاعتهم مثل هكذا أشياء. فلذلك أتوقع أن يكون مثل هذا الأشياء وارد، أن يتفق الدعم السريع والجيش وكل الحركات التي تحمل السلاح، وأن تعمل لتأسيس السودان على أسس جديدة، وهذه القصص قد تأخذ وقت من الزمان. اتفق الناس أن يختلفوا وقد لا يشركوا القوى السياسية، ومن بعد ذلك أن ينضوا بأنفسهم من العملية السياسية وأن يتركوا الساحة السياسية للقوى السياسية. فعلى القوى السياسية التي هي دفعت وعججت هذه الحرب إلى أن وصلت إلى هذا البنها أن يستعدوا وأن يتحملوا ما قاموا به طوال الفترة الماضية. شكرا سيد خالد. شكرا سيد خالد، اعذرني على مقاطعتك لكن يعني الوقت بالنسبة لي انتهى. جزيل الشكر لحضرتك على المشاركة وكل هذه التوضيحات والقراءة من غانا. خالد ثالث أبكر، رئيس حركة شباب التغيير والعدالة السودانية، شكرا جزيلا لك.